بسم الله. من الحاجات الجميلة في ريفيت 2015 R2، يعني التعديل أو التحديث، إن أنا لما أجي في insert بلاقي حاجة جديدة اسمها link IFC. link IFC بيديني إمكانية إن أنا أعمل link مع IFC بحيث إن أي تعديل يحصل فيه يظهر عندي، وليه إن أنا أدخل ملف ال IFC. ممكن يكون البرنامج الملف دوت ممكن يكون معمول في الارشكاد، ممكن يكون معمول في تيكلا، ممكن يكون معمول في اي حاجة، فاقدر ان انا اعدل فيه براحتي او اعدل في البرنامج براحتي واصدره الاي اف سي، واوتوماتيك هو هيشوف التعديل في برنامج الريفت. فهاجي هنا اختار الملف، يعني سواء اي اف سي او اي اف سي اكس ام ال او اي اف سي زد اي بي. اختار مثلا الملف دوت واقول له اوبن، الاقي الملف ظهر معايا واقدر اشوفه 3D واقدر اتعامل معاه. فالخاصية دي ان شاء الله تبقى موجودة في الريفت 2016 ان شاء الله باذن الله. فبلاقيه نزل معايا زي ما انتم شايفين، اقدر اشوف 3D واقدر اتعامل معاه واقدر احمل اخر تحديث ليه. يعني هو اوتوماتيك لو انا قفلت الريفت وفتحته هو اوتوماتيك بيجيب اخر حاجه من الاي اف سي. طب اقدر وانا شغال عايز اعمل له ابديت من انسيرت، بدخل مانج لينكس واقول له اعمل ابديت زي لينك ريفت. مانج لينكس اي اف سي، اعلم عليه هنا واقول له ريلود. لو اتغير المسار بقول له ريلود فروم. لو انا عايز اقول له انلود يشال مؤقتا، لو عايز اقول له ريموف يشيل خالص. فدي الامكانيه دي موجوده في ريفت 2015 R2، يعني ان شاء الله هينزل في ريفت 2016.